بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم. اليوم ان شاء الله باش نعملوا حاجه سهله برشا، خبزة جاتو بارده. نقول واحد في ساعه تحضر وما تشدش وقت وتتحط في الفريجيدير ولا في الثلاجه من غير ما تقعد تطيبها في الفور. نبداو على حول الله. هذايا نسكافيه ولا قهوة سريعة التحضير، ذوبوها في كاس ماء، ماذا بينا تبدا قوية شوية مش يظهر مطعم القهوة. هذا بسكوي عادي في حتى شاي هذاك المسطح، وهذه كريمة طازجة، معناتها كريمة تطيب بس ما فيها حتى شيء، معناتها تزيد كل الأكياس الحاضرة تتخلط بالسكر والحليب. نكهة اللوز اخترت أنا اليوم، ونكهة الشوكولاتة، وهذا التفاح للزينة. محضرين شرايح، وتو نبداو خبزتنا. داير البسكويت باش ننفخوه في القهوة فيسع، ما نخليوش لين تتكسر الكعبة، ونبداو نرصفو فيه في الطبق. هذا بينا طبق كذا هكا مسطح ولا مربع اللي عندك انت في الدار، ما نقلقش روحك، حتى كان عم ندور نجم نكسر كعبات البسكويت كيما تحب. رصفوهم بجنب بعضهم. نبداو هذه الطبقه الاولى، نغمسوا البسكويت كل في القهوه. القهوة بطبيعة تبدا باردة مش سخونة باش البسكويت ما يذوبش. تختار الحجم اللي تحب عليه انت بطبيعة، طبق كبير صغير على قد الضيوف اللي باش يجيوك ولا على قد افراد العايلة. نجم نحطو حتى فوق بعضو باش نكملو احنا الطبق نتاعنا. ولا تنجم تقسم كعبة البسكويت على زوز كان تعرف البسكويت الكفي الكمية متكفيكش. هذه الطبقة الأولى كملناها، توا باش نزينو بالكريمة. هي سخونة شوية مازلت، نحطو طبقة متاع كريمة. هي في الأصل تتعمل بالكريم شونتي، معنا اليوم باش نبدلها باش نعملها بالكريمة. هذه تسمى الطبقة الثانية. البسكويت كل اللي حطيناه لازم نغطيه. هوني حسب الرغبة، معناتها تنجم تزين بالتفاح ولا تحب تخلي التفاح من فوق اخر حاجة كيما ذوق اللي باش ياكلوا. معناتها تحب تعرفهم ياكلوا يحبوا الغلة تحط لهم. هو نجمو نعملو الفريز، نجمو نعملو البنان، انا اليوم عندي تفاح. نجم كما قلت لكم تحطوا كان في الطبقه الفوقانيه بالكل اللي باش تبدا ظاهره. تعالوا نعاودوا طبقه اخرى بالبسكويت كيف كيما عملنا المره الاولى.
نكملوا كيما عملنا الصفه الاولانيه بالكل، حتى تبدا مكسره مش مشكل، نجم نحطها تري بعد باش تولي كلها بعضها مع باش تظهر مكسره ولا مش مكسره. حنت معناتها نحبوا نسهلوها، ناخذ الكعبات اللي ماهمش مكسرين، اما حتى كان لقيتوهم كعبات مكسرين تنجموا تحطوهم كيما هما ما عاش يظهر حتى شيء بعد. كملوا بنفس الطريقة، باش نقسم الكعبة هذية توا. نجمو نحطو النكهة التانية نتاع الكريمة، عملت قشرة فوقانية خضرها سخونة، بسم الله هي من المستحسن الكريمة هذه كي طيبوها تكون خاطرة شوية، مش كيما المسنسين نعملوها باش تشد بعضها باش ما تبديش سائلة، نجم تتحكم فيها. كمل بنفس الطريقة، البسكويت كل اللي عملناه نحاول نغطيه. تبدأ خاثرة شوية ولا جامدة شوية تتحكموا فيها أكثر، جيت جارية شوية ما يهمش، توا في الفرجدير كله يجمد. هي كملنا طبقة أخرى، مادام عنا البسكويت باش نكمل طبقة ثالثة كيف كيف نفس الطريقة، نغمسو في القهوة ونحطو نحاولو نلصقوهم لبعضهم باش ما يبداوش عندنا فراغات. ثم تختاروا النكهة اللي تحبوا عليها بالطبيعة والغلة اللي تحبوا عليها، مفيد نفس الطريقة، نجم تحضرهم حتى في كيسين تاع المثلجات، كل واحد ياخو معناتها كيس في يده باش ما تقعدش من بعد تقص فيها، اما تاخو برشا وقت انت قد افراد العائلة ولا الاشخاص اللي باش تقدمها لهم. كيف كيف نكمل الحاشية اللي قعدت، نجمو ما نزيدوهاش حنا تاو خبزتنا باهية،
باش يبداو كل مفرد علو. هي القهوه كملنا منها. دونك الكميه اللي استعملناها نتاع بسكويت نجم تكون تاع باكو فيها 24 كعب، احنا استعملنا زوز باكوات. طاو باش نرجع للنكهه الاولانيه اللي استعملتها، نكهه اللوز. دي الكمية اللي استعملناها نجم تقول نص سيترة. في ساعة بردت نتاع اللوز انا وفاتلي، باش نكمل نزينها بالنكهة الاخرى تاع الشوكولاتة. واللي تحب تعمل كريم فريش نجم تعمل كريم فريش من فوق. هو مستحسن طبق فيه الجناب باش الكريمة تشد. انا باش نزينها بالغله من فوق. نحط التفاح، نحاول نعملهم جويدين. هذه خبزتنا حضرت ترى في اقل من نص ساعه. نحاول نمسحوها من الجناب. طيب باش نحطوها في الثلاجة. هذه خبز الجاتو توا حضرت، مع توا باش نحطوها في الفريجيدير مع الثلاجة ملوطة. ما تسحقش باش تحط في الكونجيلاتور، ومن بعد ساعة من زمان نجمو نجبدوها ونقصوها ونقدموها. هذيا توا تعديت ساعة، نجمو نجبدوها ونقصوها ونقدمها للضيف. وتاكلو بالشفا والهناء.